اهلا بكم في قناة العملة المعدنية والمال. النهاردة جبت لكم فيديو جديد ومفاجئ عن ال50 بنس. ال50 بنس طلعت فضة زي ما انا شرحت في اول فيديو، وقلت في اول فيديو محدش صدقني ليه على قناة اليوتيوب. اول فيديو عمل طلعت فضة، وادي الختم بتاعها وهي فضة، هي وال1996 من 2002 ل 2009 فضة. ولو حد فيكم حابب يعرف اي تاريخ انا ما ذكرتوش يكلمني او يكتب لي تحت في التعليقات، وانا هرد عليه واكتب له يا فضه ولا ذهب ولا إيه. وفي منها ذهب، في منها مطلب ميه الذهب، والمصدر هسيبه لكم تحت في اول تعليق. تمام، ال50 بنس طلعت فضه، دي المفاجاه. ما تنساش الاشتراك واللايك عشان يوصلك كل المفاجات الجديده، لان اللي جاي شديد بامر الله يعني، وعشان نستمر برضك ونقدر نساعد والمعلومه توصل. تمام، وهو الوزن 13.5 قطر 30 مللي جرام، وهي فضة 925، ومن 2002 ل 2009 الوزن 8 جرام، القطر 27.3، سمك 1 78. مع السلامة، أشوفكم في فيديوهات جديدة.